أبنائي طلبة الصف السابع، نستكمل شرح الرياضيات ونتناول اليوم بمشيئة الله تعالى الوحدة السادسة، علم الإحصاء واستخداماته في الحياة، بند 6.1، قراءة التمثيلات البيانية، صفحة 206. بداية، ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وظل الباء إذا كانت العبارة غير صحيحة. 1 50% يساوي 50 جزء من 100، طبعا الإجابة صحيحة. 2 30% يساوي 3 أجزاء من 100، طبعا الإجابة خاطئة. التمثيل البياني بأشكاله المختلفة بنستخدمه لزيادة توضيح البيانات التي تم جمعها وتنظيمها. احنا درسنا سابقا تمثيلات بيانية مختلفة، هنراجعها مع بعض نشوف بعض الأنواع اللي درسناها. درسنا التمثيل البياني بالمصورات، وده قلنا بيستخدم في عرض المعلومات، بعرض المعلومات عن طريق رموز، وبستخدم فيه الرموز أو الصور، وكل رمز موجود عندي هيعبر عن القيمة نفسها. يعني مثلا أنا عندي الوقت الذي يمضيه ماجد في ركوب الدراجة، مديني السبت ورسم لك 3 دوائر، والاثنين دائرتان، والأربعاء دائرتان ونصف، والجمعة 4 دوائر. يبقى هنا لازم يعطيك مفتاح للصورة، يقول لك الصورة تعبر عن إيه. فهنا الصورة تعبر عن ساعة واحدة، يبقى إذن السبت 3 ساعات، الاثنين ساعتان، الأربعاء ساعتان ونصف لأن دائرتين ونصف، الجمعة أنا عندي 4 ساعات. أيضا درسنا التمثيل البياني بالدائرة أو بالقطاعات الدائرية. شايفين الدائرة الأمامي، المعادن الموجودة في القشرة الأرضية من ألمونيوم وحديد وكالسيوم ومعادن أخرى وأكسجين وسيليكون. هنا عملنا إيه؟ تقسيم البيانات الموجودة عندي عشان أقارنها بالإيه؟ بالمجموعة كلها. يعني إيه؟ في قيم عندك كبيرة هتمثلها أجزاء كبيرة في الدائرة، وقيم صغيرة هتمثلها أجزاء صغيرة. يبقى إذا التمثيل البياني بالدائرة بستخدمه عشان أبين كيفية تقسيم مجموعة من البيانات بالمقارنة مع مجموعة البيانات كلها. أيضا درسنا التمثيل البياني بالخطوط، وقلنا التمثيل البياني بالخطوط يصل بين النقاط ليبين كيفية تغير البيانات كما هو موضح بالشكل الأمامي. ده تمثيل بياني بالخطوط. لاحظ هنا النقاط، مثلا في شهر أكتوبر كان عدد هجمات سمكة القرش 4 هجمات، تمام. في شهر نوفمبر كان هجمتان، في شهر ديسمبر كان عدد الهجمات 12 هجمة، وهكذا. أنا وصلت النقاط ببعض عن طريق خطوط، فده بنسميه تمثيل بياني بالخطوط. أيضا درسنا التمثيل البياني بالأعمدة، وقلنا العمود طوله بيعبر عن إيه؟ عن القيمة العددية. يبقى التمثيل البياني بالأعمدة بيستخدم لوصف قيم البيانات والمقارنة بينهما، وطول العمود يعبر عن القيمة العددية. يعني مثلا هنا تكوين قشرة الأرض، الأكسجين شايفين طول العمود اللي هو باللون الأصفر يا شباب، النسبة المئوية واصلة لغاية فين؟ بين 40 و50، اللي هي عندي هنا في الوسط 45، يبقى 45%. مثلا الألمنيوم هنلاقيها قبل 10%، يبقى إذا الألمنيوم 10%، وهكذا. يبقى ده تمثيل بياني بالأعمدة. درسنا أيضا التمثيل البياني بالمدرج التكراري كما هو موضح أمامك في الشكل، وهو تمثيل بياني بالأعمدة المتلاصقة.
يستخدم لعرض مجموعة من البيانات المنظمة في جدول تكراري. هنا عندي عدد المراجعين، بدأ المحور على المحور الرأسي بدأ من 0 لـ20 40 60، يعني كل مرة بيزيد 20. والأعمار تمام. لاحظوا يا شباب لما يكون عندي 10 وراها خط كده معناها من 10 لأقل من الفئة اللي وراها 20، يعني من 10 أقل من 20، من 20 لأقل من 30، من 30 لأقل من 40، من 40 لأقل من 50، من 50 لأقل من 60، من 60 لأقل من 70، وهكذا. طيب يعني أنا لو قلت دلوقتي من 20 لأقل من 30 كان عدد المراجعين كام؟ هتمشي معايا العمود، بعدين من 20 لأقل من 30 أشوف ارتفاع العمود وصل لفين؟ وصل لـ100، يبقى عدد المراجعين كان 100. في صفحة 207 تدرب واحد بيقول استخدم التمثيل البياني بالخطوط المزدوجة المجاورة والذي يمثل نقاط التسجيل للعبة البولينج بين وليد ويوسف في عدد من الجولات للإجابة عن الأسئلة التالية. لاحظوا شباب عندي هنا تمثيل بياني بالخطوط المزدوجة، يعني بيقارن بين مجموعتين من البيانات وليد ومين تاني وبين يوسف في نقاط التسجيل للعبة البولينج. لازم يحط لك مفتاح للرسم زي ما هو حاطط هنا، وليد اللون الأزرق ويوسف اللون الأحمر. تعال نشوف الأسئلة. ألف بيقول لي اللاعب الذي حصل على أعلى عدد من نقاط التسجيل هو. طبعا اللي حصل على أعلى عدد من نقاط التسجيل هنشوف النقاط التسجيل على المحور الإيه؟ على المحور الرأسي. نشوف أعلى نقطة موجودة عندنا هنلاقيها عند الـ40، وده اللي هو باللون الأحمر اللي هو من اللاعب يوسف. يبقى إذن اللاعب الذي حصل على أعلى عدد من نقاط التسجيل هو يوسف. طب في أنهي جولة؟ في الجولة الإيه؟ في الجولة الثامنة. يبقى إذن الجولة الثامنة. السؤال الثاني هيقول لي في أي جولة تعادل كل من وليد ويوسف في عدد النقاط المسجلة؟ طبعا لاحظوا هنا في الجولة الأولى كان عدد نقاط وليد نفس عدد نقاط يوسف، وفي الجولة كذلك الإيه؟ الثانية. يبقى في الجولة الأولى والجولة الثانية. سؤال جيم أعلى فرق كان بين وليد ويوسف في تسجيل النقاط هو نقطة. لاحظوا شباب هنا أعلى فرق البعد بين ايه؟ بين الخطين. شايفين الخط بتاع وليد والخط بتاع يوسف؟ اعلى بعد هيكون في الجولة الثامنة. لاحظوا المسافة هنا اكبر مسافة بين الخطين، يبقى ده معناها اعلى فرق. طيب تعال نشوف وليد سجل كام نقطة في الجولة الثامنة ويوسف سجل كام نقطة في الجولة الثامنة. طبعا وليد سجل 8 نقاط، اقبل الـ8 اهو، ويوسف ادي يوسف الاحمر ادي النقطة فوق، اقبل كام؟ اقبل 40. يبقى هنقول 40 ناقص 8 هيعطيني الناتج 32. دال بيقول لي ماذا تتوقع أن يحدث في الجولة التاسعة لكل من وليد ويوسف من تزايد أو نقصان؟ أنا ملاحظ هنا شباب أن الاتجاه العام ليوسف أنه في زيادة أكثر من مين؟ من وليد. وليد بدأ يتناقص، فممكن هنا تتغير إجابات الطلاب. فممكن واحد يقول أتوقع مثلا زيادة لعدد النقاط المسجلة ليوسف ونقصان لعدد النقاط المسجلة لوليد، أحد الإجابات المحتملة، ولكن هنا تتعدد الإيه؟ الإجابات. تدرب 2 صفحة 208 ينفق رب أسرة راتبه الشهري كما هو موضح أمامك في التمثيل البياني بالدائرة. إذا كان راتب رب الأسرة
1200 دينار، فما قيمة ما ينفقه على المأكل بالدينار؟ تعال نشوف التمثيل أمامي بالدائرة مقسم 30% مأكل و15% ادخار و30% ملبس والجزء المتبقي معي هنا مسكن. طبعا الدائرة كاملة تمثل 100%، أي واحد صحيح. فهنا بيقول لي بيسألني عن قيمة ما ينفقه على المأكل، عشان أعرف قيمة ما ينفقه على المأكل هضرب نسبة المأكل في الراتب، نسبة المأكل في الراتب. طب نسبة المأكل كام؟ 30%، يبقى هنزل 30%. ضرب الراتب كام؟ 1200، يبقى هنزل 1200. 30% يعني 30 جزء من 100، يبقى هكتب 30 جزء من 100. ضرب 1200، أنا عندي هنا لما أضرب 30 جزء من 100 ضرب 1200، أول شيء عندك الصفرين الموجودين في 1200، يعني معناها دي 12 مضروبة في 100، فالصفرين هيحركوا كل فاصلة جهة اليمين هنا خطوتين، فهتبقى 30 ضرب 12، 30 ضرب 12، هنزل الصفر وأضرب 3 ضرب 12 هيعطيني 36، يبقى الناتج 360 دينار. طيب ما نسبة الصرف على جانب المسكن؟ عشان أعرف نسبة الصرف على جانب المسكن لازم هحسب، هقول له الدائرة كاملة تمثل 100%، تمام؟ طيب 100% ناقص، أفتح قوس، هجمع 30% و30% و15%، يبقى 100% ناقص، لما نجمع دولت الموجودين هلاقيهم 75، يبقى 100% ناقص 75% هيساوي 25%، ده نسبة الصرف على جانب المسكن. تمرن صفحة 208، بيقول استخدم التمثيل البياني بالمدرج التكراري الذي أمامك في الإجابة عن الأسئلة التالية: ألف، كم عدد العمال الذين يحصلون على أجر 180 دينار فما فوق؟ تعال نشوف التمثيل البياني أمامي. أدي عندي عدد العمال على المحور الرأسي، كتب لي 0 5 10 15 20، ده التدريج بتاعه كل مرة بيزيد 5 5، بينما على المحور الأفقي الأجور بالدينار. تعال نشوف مع بعض السؤال: كم عدد العمال الذين يحصلون على أجر 180 دينار فما فوق؟ ادي 180، شايفين يا شباب، فما فوق، يبقى انا هاخد هذا الايه، هذا العمود ارتفاعه واصل لكام؟ هذا العمود اللي هو اخر عمود ارتفاعه واصل لاثنين، فهقول عدد العمال يساوي 2 عامل. ب، كم عدد العمال الذين اجورهم اقل من 120 دينار؟ ادي ال 120، فاقل 120 دينار في عندي 3 اعمده مرسومه، اللي هم طبعا من 60 لاقل من 80، ومن 80 لاقل من 100، ومن 100 لاقل من 120. فلما احسب على بعض، من 60 لاقل من 80 كان 5، من 80 لاقل من 100 كان 10، من 100 لاقل من 120 كان 15، يبقى نجمعهم على بعض، هنجمع 15 زائد 10 زائد 5 هيعطيني 30 عاملا. تمرن 2، استعن بالشكل المجاور الذي يمثل بعض الهوايات التي يفضلها متعلمو إحدى المدارس للإجابة عن الأسئلة التالية. أنا مديلي تمثيل بياني بالدائرة، بيسألني ألف، ما هي الهواية الأقل تفضيلا عند المتعلمين؟ طبعا الهوايات الموجودة عندي في تنس 10%، وكرة اليد 25%، وكرة السلة 25%، ثم عندي كرة القدم. فمن الهواية الأقل تفضيلا عند المتعلمين اللي هتلاقيها أصغر قطاع عندك اللي هو يمثله التنس اللي هو 10%، يبقى هنكتب التنس. ب، ما الهوايات المتساوية في نسبة التفضيل لدى المتعلمين؟ لاحظوا كرة اليد 25% وكرة السلة 25%، يبقى إذا كرة اليد وكرة السلة، يبقى هنكتب كرة يد وكرة سلة. ج، إذا كان عدد متعلمي المدرسة 650 متعلما، فكم عدد المتعلمين الذين يفضلون كرة القدم؟ طبعا أنا عندي عدد متعلمي المدرسة 650 متعلم، اللي بيفضلوا كرة القدم عشان أعرف نسبتهم هعرف الأول إن الدائرة كاملة تمثل 100%، يبقى 100% ناقص مجموع التنس وكرة اليد وكرة السلة نسبهم 10 و25 و25، يعني كام؟ يعني 60،
يبقى 100% ناقص 60% يعطيني 40%. يبقى هنجيب 40% من 650، معناها 40 جزء من 100 ضرب 650، الناتج هيصير معايا 260. يبقى إذا عدد متعلمي المدرسة الذين يفضلون كرة القدم 260 متعلم. بند 6.2 العلامات التكرارية والجداول التكرارية صفحة 210. نشاط: يبين الجدول التالي عدد زوار قاعة الأكواريوم في المركز العلمي ليوم 1 خلال شهر أغسطس عام 2015، والبالغ عددهم 84 زائرا من جميع محافظات دولة الكويت. مدينة المحافظة وعدد الزوار: محافظة الأحمدي عدد الزوار 15، العاصمة 19، الفروانية 25 زائرا، حوالي 13، الجهراء 4، مبارك الكبير 8. السؤال: رتب المحافظات تصاعديا على حسب عدد الزوار. تصاعد يعني من الأصغر إلى الأكبر، فأصغر شيء الأربعة اللي هي محافظة الجهراء، أكبر منها مبارك الكبير اللي هي 8، أكبر منهم حولي اللي هي 13، أكبر منها اللي هي الأحمدي 15، أكبر منها العاصمة 19، أكبر شيء في عدد الزوار كان من محافظة الفرعونية 25. يبقى إذا المحافظات ترتيبها هيكون كالتالي: الجهراء، مبارك الكبير، حولي، الأحمدي، العاصمة، الفروانية. ب: كم محافظة بلغ عدد زوارها أكثر من 10؟ طبعا ال 15 أكثر من 10، 19، ال 25، ال 13. يبقى عندي أربع محافظات. جيم: أي محافظتين مجموع عدد زوارهما قريب جدا من عدد زوار محافظة حولي؟ عدد زوار محافظة حولي 13، يبقى القريب جدا طبعا الجهراء زائد مبارك الكبير. لو قلنا عدد زوار الجهراء عندي هنا 4 وعدد زوار مبارك الكبير 8، لو جمعناهم يعطيني 12، قريب من ال 13. آخر دال: كون جدول تكراريا بسيطا للبيانات المدونة في الجدول. ازاي اكون جدول تكراري بسيط؟ اولا شباب، عشان نكون جدول تكراري بسيط، ما علي ان هكتب عدد زوار قاعة الاكواريوم في يوم واحد في بداية الجدول، ثم المحافظة والعلامات والتكرار. الاحمدي، تمام، كان عدد الزوار 15، يبقى انا هرسم 15 علامة، والتكرار هيكون معايا 15، يبقى همثل 15 علامة. كل خمسة بيمثلوا حزمة، يعني أربعة وبعدين الخامس يكفلهم كأنه رابطة الحزمة، فالحزمة تعتبر خمسة يا شباب. يبقى هنا هبدأ العلامات التكرارية، هستخدمها لتنظيم مجموعة كبيرة من البيانات، وكل علامة تكرارية توضح ظهور قيمة من البيانات مرة واحدة. دي العلامات التكرارية. طيب تعال نشوف 15، ادي 5، ادي 5 يبقى كده 10، وادي 5 يبقى 15، والتكرار هنا هكتبه 15. العاصمة 19، يبقى همثل 5 بعدين 5 كده 10، 5 15، وبعدين هكتب هكمل عشان اوصل 19، يبقى 4 ايه خطوط. التكرار هنا هكتب 19. الفروانية، الفروانية 25، يبقى 5 10 15 20 25، وهكتب هنا 25. حوالي 13، يبقى همثل أول حزمة 5، حزمة تانية 5 تبقى 10، وبعدين أحط إيه 3 علامات بحيث يصير عددهم 13، يبقى هنا هكتب التكرار 13. الجهراء 4، يبقى هنحط 4 علامات. مبارك الكبير كان عدد الزوار 8، يبقى احط 8 علامات، اول 5 وعليهم ايه وزيادة عليهم 3. ده جدول التكراري البسيط اللي طلب مني كوناه. ننتقل لمعرفة ما هو الجدول التكراري عشان تبقى عارف ايه جدول تكراري بسيط. يعني الجدول التكراري البسيط وسيلة ناجحة لتنظيم عدد كبير من البيانات.
يكون عندي عدد كبير من البيانات، أقدر أستخدم الجدول التكراري لتنظيم هذه البيانات. في تدرب واحد بيقول لي أكمل جدول التكرار الذي يمثل درجات المتعلمين في أحد اختبارات مادة العلوم، ثم أجب عما يلي. مديني درجات مادة العلوم، الفئة والعلامات والتكرار. الفئة من 10 إلى أصغر من 20. أنا عندي العلامات هنا يا شباب، هعدهم حلاقيهم 4، فهكتب عند التكرار 4. من 20 إلى أصغر من 30، هو مديني التكرار 11، يبقى أنا هرسم 11 علامة، 1 2 3 4، والخمسة تكفلهم، بعدين أكمل 6 7 8 9، والعشرة تكفل الخمسة دولت، وبعدين أحط واحدة يبقى 11، يعني حزمتين وواحدة. يبقى كده يا شباب احنا مثلنا الأولى والثانية. نشوف الثالثة، من 30 إلى أصغر من 40، أنا عندي العلامات هنا دول 5 وهنا 2 يبقوا 7، يبقى التكرار 7. من 40 إلى أصغر من 50 مديني التكرار 9، يبقى أنا همثل 9 علامات. أدي 1 2 3 4 والخمسة أهي، وبعدين أكمل 4 علامات تانية بحيث يعطيني 9. سؤال آخر، كم عدد المتعلمين الذين كانت درجاتهم من 30 إلى أصغر من 40؟ من 30 إلى أصغر من 40 كان عددهم 7، يبقى عدد المتعلمين كان 7. من 30 إلى أصغر من 40 كان 7. معلومة، يمكن التعبير عن الفئة 10 إلى أصغر من 20 بالصورة، أضع 10 شباب وراها خط، لما أجي أقرأها أقول من 10 إلى أقل من اللي وراها، من وراها هنا 20 يبقى أقل من 20. ملاحظة أخرى، طول الفئة، حبيت أعرف طول الفئة، هنا لما أقول 10 20 30 40، هنا هتلاقي نفسك بتزيد 10 10، فأنت ممكن تجيب طول الفئة عن طريق الحد الأعلى للفئة ناقص الحد الأدنى للفئة. الحد الأعلى هذه الفئة من 10 إلى أصغر من 20، العشرة هي الحد الأدنى والعشرين هي الحد الأعلى، فهقول الحد الأعلى للفئة ناقص الحد الأدنى للفئة، 20 ناقص 10 هيعطيك 10. نفس الفكرة لو عندك الفئة من 30 لأصغر من 40، يبقى 40 ناقص 30 يعطيني 10، وهكذا. ده طول الفئة، طول الفئة بيساوي الحد الأعلى للفئة ناقص الحد الأدنى للفئة. تدرب 2، كانت درجات 20 متعلما من متعلمي الصف السابع في مادة الرياضيات كالتالي، حيث الدرجة العظمى من 40. مديني بيانات 17 35 23 39 12 22 30 40 32 8 9 9 25 37 7 23 19 11 27 32. طالب مني ايه؟ اصنع جدولا تكراريا ومدرجا تكراريا للبيانات السابقه. تعال نشوف ازاي نصنع جدول تكراري وازاي نصنع مدرج تكراري. اولا عشان اكون جدول تكراري، هكون جدول تكراري ذو فئات. خطوات تكوين جدول تكراري ذو الفئات، اول خطوه هعملها هنحدد المدى، والمدى هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. هشوف أكبر قيمة عندي في البيانات الموجودة هنا وأصغر قيمة وأطرحهم من بعض. أكبر قيمة هلاقيها 40، وأصغر قيمة هي 7، يبقى 40 ناقص 7 هيعطيني 33. دي أول خطوة. ثاني خطوة، هقسم المدى إلى عدد مناسب من الفئات، تمام؟ وده بيكون اختياري، أو هو بيجبرك لما يكون مديهولك في السؤال، محدد لك في الجدول مقسم لك لفئات معينة، فأنت تشوف كم فئة مديها لك. فهنا هناخد وليكن عدد الفئات 5. في الحالة ديت هبدأ أحدد طول الفئة. كيفية تحديد طول الفئة؟ إن أنا هقسم المدى على عدد الفئات. المدى اللي أنا جبته اللي هو 33 على عدد الفئات اللي هو 5 اللي أنا اخترته. فثلاثة وثلاثون تقسيم 5 بيساوي 6 صحيح و3 أخماس، يعني أقدر أقول بيساوي تقريبا 7، يبقى طول الفئة 7.
بعد ما عرفنا طول الفئة 7 هنبدأ الجدول اللي عندي اللي هو في الفئة والعلامات والتكرار. أصغر قيمة موجودة طبعا 7، فهبدأ بيها وأبدأ كل مرة أزود 7. يبقى هبدأ بأصغر قيمة 7 وأبدأ أزود طول الفئة اللي هو إيه؟ اللي هو 7. يبقى من 7 لأقل من 14، من 14 لأقل من 21، من 21 لأقل من 38، من 28، من 28 لأقل من 35، من 35 لأقل من 42. هنبدأ نضع العلامات. أول شيء عندي أول قيمة أو أول درجة هي 17. لاحظوا إن 17 أضعها فين؟ أضعها عند من 14 لأقل من 21، يعني في الفئة الثانية. يبقى هضع علامة عند الفئة الثانية بهذه الصورة. ثم بعد ذلك 35 موجودة تحت آخر فئة، من 35 لأقل من 42 آخر فئة، يبقى هكتب عندها علامة. بعدين 23 يبقى عند 21، لأن هذه من 21 لأقل من 28، يعني من 21 لغاية 27 طبعا، لأن القيم كلها صحيحة هنا. هقول لك من 21 لأقل لغاية 27 بالظبط، من 21 ل 27 هنحط علامة هنا. فدي 23 يبقى احط علامة عنديها. 39 يبقى هنضع علامة عند 35 كده، لأن من 35 لأقل من 42. 12 هنحط علامة عند الفئة الأولى، من 7 لأقل من 14. 22 هنحط علامة عند الفئة الثالثة اللي هي من 21 لأقل من 28. 30 هنحط علامة عند الثمانية، من 28 لأقل من 35. 40 هحط علامة في الفئة الأخيرة اللي هي من 35 لأقل من 42. 42 بعد ذلك عندي 32 يبقى هضع في الفئة الرابعة اللي هي من 28 لأقل من 35. 8 يبقى في الفئة الأولى. 9 في الفئة الأولى. 9 في الفئة الأولى. 25 تمام هيبقى في الفئة الثالثة. 37 في الفئة الأخيرة. 7 هتبقى في الفئة الأولى. طيب 7 دي هتكون لي الخط الإيه؟ هتكون لي الخط الخامس. يبقى هضع الخط ده مايل، لأن كل حزمة 5، فتلاقي 4 خطوط رأسي، والخط الإيه؟ الخط الخامس يكفل الحزمة اللي هو هيبقى مايل. ثم بعد ذلك 23 هيبقى عندي في الفئة الثالثة. 19 هيكون في الفئة الثانية. 11 في الفئة الأولى. 27 تمام في الفئة الثالثة. ولاحظوا وضعنا الخط المايل لأن كون عندي 5. بعد ذلك عندي 27 قلناها في الفئة الايه؟ في الفئة الثالثة. 32 في الفئة الرابعة. كده احنا خلصنا الدرجات الموجودة عندي. هبدأ أعد العلامات عشان أكتب التكرار. في الفئة الأولى كان عدد العلامات، أنا عندي حزمة 1 يعني 6، لأن الحزمة ب5 يبقى 6. التانية في 2 بس. التالتة حزمة اللي هي ب5. الفئة الرابعة 3. طبعا هنا في العلامات آخر واحدة 4. هنبدأ بعد ما صنعنا الجدول التكراري نبدأ في صناعة المدرج التكراري. هرسم محور أفق ومحور رأسي كما هو موضح. بيكون عندي الفئات على المحور الأفقي والتكرار على المحور الرأسي طبعا، والتمثيل ده يبين درجات المتعلمين، تعليم الصف السابع. فهبدأ تحت على المحور الأفقي هنكتب الفئات.
كتبنا الفئات، هما نفسهم اللي هنا شباب في الفئة، ادي من 7 لأقل من 14، من 14 لأقل من 21، من 21 لأقل من 28، من 28 لأقل من 35. تمام، انا هنا سبت ايه؟ سبت عمود. انت ممكن على طول مباشرة ما تتركش عمود، يعني هذا اختيار ليك، ممكن على طول تكتب هنا 7 وراها خط، بعدين العمود اللي وراها يبقى من 14 طبعا وراها خط لأقل من يعني 21، بعدين هنا اللي بعديها تبقى من 21 لأقل من 28 وهكذا. طيب نبدأ المحور الايه؟ الرأسي. يبقى عرفنا المحور الأفقي الفئة. المحور الرأسي يعبر عن التكرار، أكبر تكرار موجود عندك 6، فهنرقم 1 1، يبقى هزيد 1 1، يبقى أول عندي 0، بعدين 1 2 3 4 5 6 وهكذا. ده يمثل مين؟ يمثل التكرار. الفئة الأولى اللي هي من 7 لأقل من 14 كان التكرار 6، يبقى أدي عندي 7 وأدي عندي 14، يبقى هصعد فوق لغاية 6 وارسم ايه العمود بتاعي واظلله بهذه الصورة. الفئة الثانية من 14 لأقل من طبعا 21 كان عدد تكرار 2، يبقى هصعد بس لـ2، يبقى من 14 لـ21 هصعد للـ2. الفئة اللي بعديها من 21 لأقل من 28 كانت 5، يبقى هرسم عمود للـ5. ومن 28 لأقل من 35 هصعد إلى الـ3 أهو، ومن 35 لأقل من 40 هنصعد للـ4. كده احنا ايه؟ رسمنا المدرج التكراري اللي هو أعمدة متلاصقة زي ما انتم شايفينها. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.